بس اتغالي يا بيت. انت بنت خسرتي فلوس من المدعوة اللي اسمها سلوى؟ يا لهوي دي كانت تذبحني. امال ايه؟ ده انا عارفه تمنه غالي في السوبر ماركت. جبتي الفلوس منين؟ اصل الباشا الكبير اداني ورقه ب50 كان بيصالحني. يخرب بيتك انت قومي بقى زقيعه بتاع ده. ده بدل ما تحوشي لك ولا تجيبي لك اكتر من حاجه. اعمل ايه؟ ما انا كان نفسي ادوق بقى. كل بسرعه لازم ادخل بدل ما البومه دي تزعق. والنبي صح، دي ولا تفرق حاجه عن دريه مرات الحاج سعيد. وقال ايه؟ حتى راسها براس الست دينا. اسكتي اسكتي على اللي سمعته. سمعتي ايه؟ دي هتفتح الباب. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انت ايه اللي نازلك تحت كده؟ معلش يا ست سلوى، كنت بسلم على انتصار اختي بس. طب خشي دخلي الحاجه جوه بسرعه. وانتوا بقيتوا بتلكلكوا مش زي الاول. والله ابدا، بس الجو تراب يا فندم. بكره لو لقيت العربيه زي اليومين اللي فاتوا احنا هنلغي الخدمه من عندكم خالص ونشوف شركه تانية. اوكي تمام يا فندم. شكرا. الو ايه سلوى، ازيك؟ البنت عندي خلصت شغلها وعملت كل حاجه تمام. لو حابه تخرجيها مع اختها النهارده او بكره او في اي وقت اوكي، بس ابقي بلغيني. اوكي يا سلوى، ميرسي. سلوى انت معايا؟ ايوه ايوه انا، بس مش عايزه اضيق على البنت علشان ما تبقاش بتشتغل وهي شايله مننا. لا يا سلوى، انت مش متكلمه عشان البنت دلوقتي. انتي نفسك تقولي لي انا اسفه دينا، بس مش قادره تقوليها وش كده. انتي بتقولي ايه؟ انا مش فاهماكي. خلاص انا اللي اسفه يا ستي. يا سلوى احنا كبار وعايشين مع بعض ولازم نبقى اعقل من كده بصراحه. اقولك حاضر يا ستي، انا كمان هخف عليك شويه. يمكن اكون بضايقك فعلا وانا مش واخده بالي. انا عامله اكله خفيف النهارده، ايه رايك لو تيجوا تاكلوا معايا؟ انت بتسندي عيل صغير. طب بس ما تتعافش على نفسك قوي كده عشان ما تقعش. دي وفاة شكلها لسه ما جاتش. احضر الاكل ولا نستناها؟ مش عاوز ادفع، هو مين اللي نفسه يدفع؟ يا رقيقه، هو انت على طول عامل كده؟ ما تفرح شويه يا اخي، احنا لسه جايين من عند الدكتور وقال الكلام كويس. كويس؟ فين الكلام الكويس اللي قال؟ انك تقدر تمشي على رجلك بعد كده وهتبقى زي الاول واحسن كمان. ولا انت كنت عايزه يقولك ايه؟ انسى، هتفضل كده طول عمرك؟ بس قال لازم عمليه وتتعمل دلوقتي مش بعد شهر وبفلوس قد كده. يا ريته كان قال من الاول مش هينفع. مش سامع صوتك يعني؟ ولا هو ما بيطلعش غير في الطبطبه والكلام الفاضي؟ هو انت مش بتصلي وتعرف ربنا؟ الحمد لله. ما تسيبها على الله. طب والله العظيم انا حاسه ان في حاجه هتحصل تخليك تعمل العمليه دي. ازاي بقى ومنين؟ انا ما اعرفش، بس هو ده هيحصل. انا عمري قلت لك على حاجه ما حصلتش. بقولك ايه؟ ما تروح النور تحكي له. انت مش بتقول ان هو بيلم رجاله حواليه؟ لا، ما هو مش هيعوز رجاله معيوب. طب قول له يشيل هو تمن العمليه واشتغل عنده بعدها ببلاش. شوف الاول هيربط لك اجره قد ايه، وان شاء الله يا رب تشتغل 20 سنه من غير ولا مليم، مش مشكله. هو ده بقى كلام النسوان اللي لا يودي ولا يجيب.
انت مش شايفه بيعمل ايه في الحته؟ لا شايفه، بس اي بني ادم مهما كان جبار بتجيله لحظه قلبه بيحن فيها، مش يمكن بقى تظلف وربنا يحنن قلبه عليك؟ ولما اشتغل بقى من غير فلوس اكلكم منين؟ صح عندك حق، انا يعني باكلكم دلوقتي. وفاء زمانها جاي، انا هقوم احضر الاكل عشان البنت زمانها جاي. مش عايزه اروح الجامعه عشان الموضوع اياه. انت بقى مالك في ايه؟ في حاجه حصلت في الشغل؟ لا خالص، طلع فاكسين طالبين مني بروجكت كده معرفتش اعمله، مش حاساه اصلا. كده كده شغلي مش عاجبهم خلاص. يخرب عقلك، مش دي شركه ابك اللي كنت هتموتي وتشتغلي فيها؟ ايه اللي حصل؟ طلعوا ناس وسخه. خلاص ربك والحق، انا كنت عارفه ان البت نوى دي مش هتجيب لك شغلانه بثلاثه تعريف عشان تيجي تسمعي كلامي. طب قومي شوفي مين بيخبط وبطلي رغي. فندم 100 مرة أقول لك لما أكلمك يبقى يرد على أمي. هي البجاحة حصلت إنك تيجي لحد هنا؟ إيه ده إيه ده، في إيه؟ مين الأخ؟ عريسي يا حبيبتي. لا بجد؟ أنسة منا صح؟ أه. هو أنت هتقعد ترغي وتاخد وتدي وتتكلم؟ أنت لو ما مشيتش من هنا دلوقتي أقسم بالله العظيم هلم عليك الحتة كلها وأقول إنك بتعكسني. وطي صوتك يا متخلفة أنت، خلصتي. تعالى اتفضل. انكس. يبقى مامتك كان عندها حق. من هي العقلة. اتفضلي. هو انت كمان دخلتي البيت؟ ما تتهدي وتخرسي، عايزين نشوف الاخ ده عايز ايه، واحمدي ربنا سماح مش موجوده كان زماننا اتجرس لنا. اؤمر. انا عايز اقابل نعيمه. نعيمه مش موجوده، نعيمه مسافره. لا يا شيخ. او ربنا، ولسه هتيجي بعد بكره. قولي بقى حضرتك عايز ايه؟ مش قصدي عايز ايه مننا دلوقتي، عايز ايه في العموم؟ انا طالب القرب وقدام كل الناس. لا والله. طب قولي الاول ايه علاقتك بساره؟ انا الاكس بتاع صور، وهي علمت عليا بالجامد، وما اظنش يعني انك هتلاقي صور ليا على موبايلها اللي انت سرقتيه. بقى كده بس ده مش كل الكلام، باقي الكلام لما ترجعي الجامعه هشوفك في اول اسبوع. اتفقنا؟ على فكره انا كلام مامتك كان بجد مش هزار. حرقه قوي قلبت الترابيزه دي يا بنت الوراق. تعملي فيه ايه؟ ارميه في الزباله.